انما ايه البلد مقلوبه، ما هي طول عمرها مقلوبه، لا انقلبت اكتر. تبقى اتعدلت، لا من ساعه ما عرفوا ابوكم مباحث وامه عدلهم شد. ايه الحكايه؟ هو انت قلت لهم ان احنا مباحث؟ لا انا ما قلتش مباحث، انا قلت ابحاث، لكن هم فهموها مباحث. اقول لهم مش عايزين يصدقوني، احلف لهم مش عايزين يصدقوني. تاني مرة لما حد يسألك أي حاجة يبقى أقول لهم إنك أنت ما تعرفش حاجة خالص، فاهم؟ أيوة ما أنا قلت مش عارف حاجة خالص، لكن هما قالوا لي أمال إزاي بيقولوا قرايبك وأنت ما تعرفش هما جايين منين وليه؟ وأنا قلت لك إن إحنا قرايبك. إيه إيه؟ أمال أنا كنت أقول لهم السنيورة بعتاك وليه ليه؟ والله عادة كمان. هو يعني كان هيحصل إيه في الدنيا لو كنت قلت لهم إن السنيورة هي اللي بعتانا؟ كانوا قالوا عليكوا عوايد. احكي لنا بقى شويه عن بلدكم يا ابو العاطي. هكلمكم اقول لكم ايه، ما هو الجواب باين من عنوانه. لا هم سموه حزبه الباشا ليه؟ عشان الباشا عملها هو باشي؟ يا ريت الباشا كان عملها من اصله. امال مين؟ ناس بيقولوا الحصان بتاع الباشا هو اللي عملها، بس احنا رجعنا غيرنا اسمها تاني. غيرتوه؟ وسميتوها ايه؟ سميناها حزبه البكباشي. مش معنى البكباشي يعني؟ اصل كان فيه في بلدنا بكباشي في الجيش، ففضلت الناس تقول عزبه البكباشي عزبه البكباشي، ونسي حكايه الباشا دي. جاي البكباشي مات، الناس رجعت تاني تقول ايه عزبه الباشا. والله باشا بكباشا انا شخصيا مش قاعد في البلد دي. ما تطول بالك، مستعجل على ايه؟ عبد العاطي، عبد العاطي، يوه وده عاوز ايه بس في الساعه دي بقى؟ ده الواد مرزوق الغفير بتاع الحاج رضوان. انا عارف بس عاوزني في الساعه المهببه دي ليه؟ عبد العاطي. ايوه مرزوق انا جاي اهو. ما تروح تشوف عاوزك ليه. ايوه ما انا عارف هو عاوزني ليه وهكون عاوزني ليه يعني. يا جدع روح ما تخافش، بس لو سالك عننا اقول ما تعرفش حاجه خالص. ايه؟ اقول ما اعرفش حاجه ازاي بس؟ الله، يمكن عاوزك تحلاله ولا هتعمل لنا مندبه من دلوقتي. والله المندبه انكم انتوا هتعملوها عليا. اسمعوا انا اذا ما رجعتش ابقوا تصرفوا انتوا. قوم بينا نشوف ايه الحكايه. حكايه ايه؟ حكايه فريده. احنا مالنا بحكايه فريده؟ احنا جايين نبيع الارض ونمشي. قبل ما تبيع الارض لازم اعرف كل حاجه عن البلد دي. قوم. صباح الخير. يا صباح النور. احنا جايين نطمن عليك، عاوزه حاجه؟ عاوزه سلاميتك. قاعده من مؤاخذه، انا امبارح اتخانقت معاكم وانتوا باين عليكم ناس طيبين. انا عمك ايوب وحضرتك الاستاذ مجدي، احنا ضيوف في مصر وجايين هنا عشان عندنا شويه اشغال. يا اهلا وسهلا. انتوا جيتوا؟ صباح الخير. الحاج سمع بالحريقه امبارح وزعلان على اللي راح، وبعت لك دوري عشان يعوضك. جايين تهببوا ايه دلوقتي؟ جايين بعد ما ازداد الخليفه ونفض المولد؟ يا ناس يا ضلاليه، ما سمعتوش عن الحريقه غير دلوقتي؟ ما كنتوش قاعدين هنا ساعتها عمالين تشربوا الشاي ومش عاوزين تطفوها؟ انما ليكوا يوم. يا فريده بلاش غلط، ثم انت متعوره ولازم نوديك الوحده، احسن دراعك يعمل غرغرين. هعمل ايه في الوحده؟ دي فاضيه، دي حتى ما فيهاش اسبرين تداوي الصداع. يلا بس يا فريده وربنا يقدم ما فيه الخير. قلت لك مش رايق. لازم تروحي معاهم، احنا هنيجي معاك. يلا يا فريد. امري لله. اما اشوف اخرتها معاكم ايه بقى؟ لا هنروح معاها فين بس؟ لازم نعرف ايه اللي بيحصل في البلد دي. لا يا حلاوي، وطابير واقف كمان، ايه اللي حصل؟ اهلا اهلا يا فريده، الحمد لله على السلامه. سلامتك وكمان بتقولي سلامتي؟ ايه اللي حصل؟ تعالى ما غيرني، اتفضلي تعالي. هنقتلكم يا ستات، دي حاله خاصه. وايه اللي حصل؟ تعال نشوف. يا مرحبا اهلا وسهلا. ده جديد وابيض ونضيف زي الفل. ايه الدواء ده كله يا شحات؟ منين؟ الدواء موجود على طول، والحكومه بتبعت لنا بيه نيامي، بس الناس بسم الله ما شاء الله صحتهم زي البوم. منوره يا ست فريده، منورين يا بهوات. انت رايحه فين؟ هروح اشوف التمويل، حاسه كده ان في حاجه حصلت في البلد.
طب خدينا معاك. اتفضلوا. انت رايح فين يا اخي؟ واحنا فاضيين. مش لازم نفهم الحكايه. حكايه انت واخر. احنا مالنا؟ لازم نعرف البلد دي ماشيه ازاي قبل ما نتحرك. افهم. انا هطمئن. تعالى بس واطمئن ولا حاجه. اقطع دراعي. المكان الكماوي ده من دوار الحاج. والحاج يدي الناس كماوي ليه؟ يديهم ايه؟ ما هو بتاعهم. انما ايه اللي حصل في البلد؟ الكلام ده خطر يا فريده وما يصحش. مش خطر عليا يا اخويا. وروح قوله اي ما بخافش من حد. كله هياخد التمويل بتاعه. خد يا عم مبروك وادخل. اقضيك. بسم الله يا عبد العاطي. كتر خيرك يا عم الحاج. انا فطرت يا راجل. روح ما كده على الماشي. ربنا جعله عامر يا حاج. ده فوت يا ادم مزروع هات وشاي ما دام فطر. وش على هات وشاي. الحمد لله وشكر لله. اللهم ادمها نعمة يا رب. هتقعد يا ابو عاطي. كتر خيرك يا حاج. لا 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 يا راجل. مش على الارض. قوم اقعد على الكنبة عشان تستريح. ربنا يزيدك نعمة يا حاج. المثل بيقول ايه في بلدنا يا ابو عاطي؟ بيقول خير يا عم الحاج. المثل بيقول اللي مالوش كبير يعمل ايه يا شيخ فرحان؟ يشتري له كبير يا حاج. سامع يا عبد العاطي؟ اه فضلت الشيخ فرحان قالها بعض مثل لسانه. معلوم يا حاج. يعني ما دام الحكايه ما فيهاش بيع ولا شراء. يعني اذا كان البلد ليها كبير يحصل ايه يا عبد العاطي؟ الجلجولك يا حاج. يحصل ايه يا شيخ فرحان؟ نستشير في كل حاجة يا حاج. مظبوط كده يا عبد العاطي. الشورة شورتك يا حاج. ولما يجولك ضيوف ناس كبار من مصر مش برضو الكبير ياخد خبر؟ طبعا يا حاج. أنا بس عايز أساعدك عشان تقوم بالواجب والناس لبعضيها. مش مظبوط يا عبد العاطي؟ مظبوط يا عم الحاج. لما يطب عليك ناس ضيوف كبار زي دول وانت على قد حالك والامر برضه ما يستغناش، يا اما تجيبهم على هنا يا اما كنت تيجي تقول عشان نساعدك وتقدر تقوم بالواجب. ايوه ما كنت جاي اقول لك يا حاج. كده انا اصدقك دلوقتي. يبقى بقى تقوم حالا تاخد كل احتياجاتك عشان تبيض وشينا قدام ضيوفك اللي هم ضيوفنا وضيوف البلد كلتها. مستوره مستوره يا حاج. يا عبد العاطي دول باين عليهم بهوات كبار زي ما سمعت. تمد ايدك لقرش يدهولك هتبقى عيبه. عيبه كبيره قوي في وشينا كلتنا. لا 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 مش ممكن ابدا يا حاج. واد يا مرسوم. نعم يا عم الحاج. تعالى هنا يا ولا. اسمع يا ولا، خد عبد العاطي القرار وادي له شويه دقيق وشويه رز وكم كيلو سكر وكم باكو شاي وكم جوز فراخ وشويه حمام كمان، واي حاجه يطلبها منك عبد العاطي اديها له على طول يا هلا. حاضر. ايه ده كله يا عم الحاج؟ فضلة خيرك يا عبد العاطي. ادي الحاج بيت الكرم والشهامه. ربنا يزيده من نعم الله. عبد العاطي. نعم يا حاج. قول للبهوات ضيوفك العشاء عند الليلاتي. حاضر يا حاج. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ورايا يا هلا. حاضر.